أستاذ الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء، كلية طب القصر العيني، ورئيس الجمعية الطبية المصرية لدراسة السمنة. إحنا يمكن موضوعنا اللي بنتكلم فيه هو علاقة مرض السمنة بالسكر. الحقيقة يمكن نلاحظ في السنوات الأخيرة ازدياد معدل الإصابة بالمرض السمنة في المجتمع، ويمكن مصر من تعدد من الدول اللي نسبة السمنة فيها في ازدياد مستمر. الحقيقة مشكلة السمنة انها بتبقى مرتبطة ببعض الأمراض الأخرى مثل السكر، ارتفاع الضغط، أمراض المتعلقة بالمفاصل، أمراض الجهاز التنفسي. العالم كله مهتم هذه الأيام بحاجة بتسمى الأمراض السارية أو الأمراض الغير معدية، واللي هي بتشمل مجموعة من الأمراض، ومن مسبباتها الأساسية هو زيادة الوزن أو السمنة. هناك ارتباط الحقيقة مهم قوي ما بين زيادة السمنة وما بين السكر، لأن بيبقى مع زيادة السمنة وزيادة الخلايا الدهنية في الجسم بيزداد مقاومة الخلايا الجسم لمفعول الإنسولين، فيبتدي السكر بيعلى ويبقى الانسولين مش مؤثر. في الحاله دي يبتدي يظهر النوع الثاني من السكر في هؤلاء المرضى، عشان كده بتبقى نسبتهم زايده. الحقيقه من الحاجات الهامه جدا في علاج مرض السكر هو تغيير نمط واسلوب الحياه، واول عامل فيه هو التغذيه السليمة لإنقاص الوزن مع زيادة النشاط الحركي. دول عوامل مهمة جدا. مجرد نقص الوزن من 5-10% ده الحقيقة بيؤدي إلى تحسن كبير جدا في مستوى السكر في الدم، ويمكن بيمنع فئات كتيرة أو بنسميها مرحلة ما قبل السكر إنها تتحول إلى السكر. حتى في بعض الحالات لو بنوصل للمعدل الوزن الطبيعي ممكن معدلات السكر ترجع إلى طبيعتها. إذن تستطيع أن تستخلص أن التحكم في الوزن وإنقاص الوزن من العوامل الأساسية في علاج مرض السكر.